إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مثل هذا الموقف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ونحن نقول: اسألوا لعمر وعمران التثبيت فإنهم يسألان الآن. وأنا شايف يا أحبابي الكرام، أغلب الموجودين هنا شباب، عمران وعمر لكم سنة كانوا تلاميذنا تخرجوا، يعني ما شافوا شيء من الدنيا، ولكن أحبتنا في الله راحوا إلى الله. الله رحيم، ولكن الكلام هذا إلنا إحنا اللي ضايلين في الدنيا هنا الشباب. إذا أنت بتحب أمك وأبوك تدمرش أمك وأبوك بالعربي، بحكيها معك بالعربي، تدمرش اللي بموت بحادث، بالذات بحادث بسبب طيش مراتب أحمر مش عامل حساب للقانون. سامحوني دمر أم وأبو. والله أنتوا شباب تعرفش معنى أبو أم، والله أبوك وأمك بضلهم طول حياتهم يعيطوا عليك. إذا ما عيطوش بعينيهم بعيطوا في قلبهم. ارحموا آبائكم وأمه، ارحموا حالكم يا شباب، والله ارحموا حالكم. بعدين الله سبحانه وتعالى جعل قوانين على الأرض، ممنوع تهلك حالك، حرام. لو بتصلي لو بتصوم وبتنتبهش على قوانين الله حطها، لو بتصلي لو بتصوم وإيش بدك تعمل؟ تنتبهش على قوانين الله شرعها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولما واحد واقف برمزور أحمر وبمره بأحمر ومش عامل حساب واجد سيارة دهسته، هذا انتحر. والله يا شباب أنا كل ما واقف على قبر فيه شاب مات بحادث بتقطع الواحد. وانتوا يا شباب والله شباب مناح، بس في طيش ليه العجلة؟ العجلة من الشيطان. والله هذه الأشياء ما بتنفع. الله سبحانه وتعالى سهل لنا هذه الركوبات لمصلحتنا، مش عشان نعربد فيها. احنا بنيجي على المقبرة، احنا جايين على المقبرة شفنا العجب العجاب، سامحوني العجب العجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، الجنازة بدها سكينة، بدها هدوء، بدا رحمة، من غير كلام. حتى الله سبحانه وتعالى يرحم الأموات. والله رحيم، الله رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا. شوف أمك وأبوك قد بحبوك، الله أرحم من أمك وأبوك عليك. بس أنت ما تحرقش أمك وأبوك، قلب أمك وأبوك عليك. إذا معك فروع امشي على مهلك يا أخي، معك بسكليت دير بالك في وراك ناس رح يعيطوا عليك دم. والله يا شباب عمر عمران الآن انتقلوا إلى بيت الحق، خلصوا موضوع حياتهم في الدنيا، وهذا مكتوب. نعم، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر، نعم نؤمن، ولكن أحبتنا في الله ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقول.
الكلام هذا مش دينهم، هم ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله سيرحمهم إن شاء الله. ولكن نحن اللي عايشين بهذه الدنيا، عايشين لسه بالدنيا هاي، ندير بالنا على حالنا، ندير بالنا، نرجع إلى الله، نتوب إلى الله. فيش واحد يعني فينا، إن كان تقول لك أنا صغير عمري 19 سنة، ما فيش 19 سنة، إن كنت تارك صلاة ارجع إلى الله. أول شيء ارجع إلى الله، عبوا المساجد. بدك عدوك ينقهر يتعب، روح عد على المسجد. لا تبيع سموم ولا تبيع مخدرات ولا تعربد ولا تطخ، كل هذا أشياء فاضية فارطة. والله ربنا سبحانه وتعالى مش راح يسألك، مش راح يسألهم وش ركبته، بأنفيه ولا سيارة ضعيفة، نمت على فرش منيحة ولا كنت عايش بكوه، بيسألش ربنا، بيسألك على أشياء ثلاثة. ايش سويت في هذه الدنيا؟ اول ما يسأل المرء عن الصلاة، واذا كنت تارك صلاة كل اعمالك راحت عليك. واللي بموت تارك صلاة ايش بيستنى من ربنا سبحانه وتعالى؟ ايش بيستنى من ربنا؟ ايش بيستنى من ربنا اللي امره قال له صلي وقال له بديش اصلي، بديش اصلي، تعال على المساجد، بديش اروح على المساجد. احنا شوية حاولوا يعملوا شيء في المسجد راسه، كيف كل الشباب هبت وراحت، هذا حلو ومنيح، ولكن وين انت من مسجدك اللي ببلدك؟ ليش المساجد فارغة بصلاة الفجر؟ ليش المساجد فارغة حتى في صلاة الجمعة؟ ليش؟ اين وين انتم يا شباب؟ وينكم يا شباب؟ وينكم؟ بتحبوا الله؟ بتحبوا الدين؟ بتحبوا احبابكم اللي ماتوا؟ ارجعوا وراء الله. والله اذا ما رجعنا الى الله سبحانه وتعالى، لربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا الويلات، الويلات. يجب ان نتوب الى الله ونعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا نفعل الفواحش، تتوب توبة نصوحة، لأنه في حدا فينا هنا ضامن حاله يعيش كمان دقيقة؟ اللي ضامن حاله ما يطيع الله، ولكن كلنا بضمنش حاله ولا ثانية، ممكن نطلع من المقبرة كمان نرجع عليها، مظبوط ولا لا؟ وهذا بيتنا الحقيقي، هنا بيتك الحقيقي، اعمل لهذا البيت. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كنت تصلي وتعبد ربنا وتعمل اعمال صالحه وتتعامل مع الناس بالمعامله الطيبه، الله سبحانه وتعالى بوف عنك في الدنيا والاخره. وهذا المكان هو بيتك، دائما حدث نفسك وقول هين مكاني، هذه داري. الدنيا هاي الى زوال، الدنيا رايحه، لو جمعت كل مال الدنيا هيك صفطته فوق بعد واجا مرض صغير وبعد شهر شهرين مدت، خذ مالك وصفته معك في قبرك. في حدا بيعملها؟ ما حدا بيعملها ولا بيقدر يعملها، انا مش راح ينفعك. فعشان هيك اعمل للباقي واترك الفاني. واحبتنا في الله، اخيرا ارجوكم ايها الشباب، ارجوكم ارجعوا الى الله. والله اذا رجعنا الى الله سبحانه وتعالى نجد الخير الكثير. املأوا المساجد. والله اذا ملأنا المساجد عدونا لا يموت قهر، والله لا يفرع، بس املأوا المساجد، عبوا المساجد، صلوا، توبوا لله، امشوا صح حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. اللهم ارحم أبوات رحمه واسعه، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم رحمه واسعه، اللهم ادلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا رب العالمين. اللهم وسع عليهم قبورهم يا ارحم الراحمين، اللهم وسع عليهم قبورهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين. إلهنا مولانا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتحة. عظم الله أجره. بالعجمي وعندر المورد في بيت أجر عند دار جخلب عمران وعمر ببيت القرآن دار القرآن بالعجمي إن شاء الله.